ولكن عندنا بقت يعني بعض التعليقات وتويتات الجماهير اللي هو تشكيل النادي الاهلي في مباراه غدا جايبينكم من بعيد قوي من القضيه كده نروح بيكم لمباراه المقاولين عشان برضو يعني كالعاده تشاركوا معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بتوقعاتكم لتشكيل النادي الاهلي، او مش التوقع بقى التشكيل الامثل من وجهه نظركم، ونرجع نتذكر يعني الدوري المصري لو عندنا جماعه تويتات ممكن نستعرضها. ده الاهلي خط احمر، يعني الناس بتتوقع محمد الشناوي، طبعا اكرم كراميلا، محمد الشناوي الدبيس، يعني ده توقع بالنسبه لي او من وجهه نظره الامثل، عبد المنعم، ياسر، اكرم، السوليه، ديانج، سافيو، افشه، تاو، شادي حسين. بس فعلا يعني طب هو ليه راح لفكره الدبيس؟ مش عارف، ما فهمتش. على اساس ان علي معلول مش موجود وايمن اشرف مصاب، في محمد اشرف، محمد اشرف بيلعب، اه يعني عندنا برضو روميو، روميو، زيزو الاهلاوي، الشناوي، اكرم، عبد المنعم، ياسر، رأفت خليل، ديانج، السوليه، طاهر، برونو، عبد القادر، وشريف. اللي بعده ديفا، اي 11 نسر اهلاوي قادر على العبور من بوابه المقاولون غدا والوصول الى السيمي فاينال باذن الله، كل التوفيق يا رجاله. كامل الفردي، شناوي، كريم فؤاد، عبد المنعم، ياسر، اكرم، حمدي فتحي، ديانج، طاهر، برونو، عبد القادر، وشريف. هنا حط كريم فؤاد باك ليفت، يوسف بيتكلم، الشناوي، اكرم، واشرف، وياسر، وربيعه، ديانج، والسوليه، عبد القادر، وطاهر، وقفشه، شادي. مصطفى علي داوود بيقول الشناوي، كريم فؤاد، ربيعه، ياسر، اكرم، ديانج، حمدي، عبد القادر، سافيو، طاهر، شادي. عصام فاروق بيقول فعلا دي حقيقه، ماتش ودي للاهلي اهم عندي من نهائي كاس عالم اللي هو بيجي كل 4 سنين، ده الاهلي عندي بالحياه. ده عصام فاروق يعني بيؤكد على نفس وبيفولو القصه. على الكلام اللي بدأنا بيه. مروان حامد بيقول على سبيل السعاده الاهلي هيلعب بكره. اسلام احمد بيقول الشناوي، ايمن اشرف، لا ايمن واشرف، رامي، ربيعه، لا انا ما فهمتهاش، ايمن اشرف مصاب، محمد اشرف، اكرم توفيق، حمدي فتحي، اليو ديانج، برونو، طاهر، واحمد عبد القادر، محمد شريف مهاجم. حاسس اللعيبه اكتر من 11. لا ما انا حسيت محمد، زكي. ممكن زكي بقى، الاهلي خط احمر بيقول الشناوي، اكرم، محمد اشرف، ياسر، عبد المنعم، ديانج، السوليه، افشه، تاو، وشادي، وصافيو. ده تشكيل قريب جدا. عصام بيقول الشناوي، محمد اشرف، ياسر، ابراهيم، عبد المنعم، اكرم، ثلاثي في وسط الملعب، ديانج، السوليه، افشه، سافيو، وشريف، وتاو. ومعانا يوهانا تقي، مش عارف بقى الاسم بالظبط، يعني لو مفيش يوحنا، خطأ فيه يوحنا يوحنا. يوحنا يوحنا بيقول، يوحنا بيقول الشناوي، اكرم، محمد عبد المنعم، ياسر، محمد اشرف، السوليه، ديانج، افشه، برونو، طاهر، محمد شريف، الاحتياطي، ده حطت الاحتياطي كمان. يوحنا انا الاول قلت احنا دخلنا اليابان ولا ايه؟ لا شفت لحقتك انا. احمد مصطفى قعود، اي تشكيله تلعب ما عندناش اساسي واحتياطي، المهم الروح واللعب رجوله، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. دي طبعا كانت مشاركات حضراتكم، نتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم. عايز تقول اي حاجه قبل ما نختم في الذكرى القاضيه؟ ممكن عايز اقول ان نتمنى بكره، طبعا ذكرى القاضيه قلنا فيها كتير، وقلنا ان ده هيفضل شعور مش هننساه، ولكن بقى يهمني انت حاجه قلتها اسامه مهمه في الكلام، ان على قد ما قلنا المقاولين والنتائج وبتاع مباراه الكاس، اتمنى ان احنا نبعد عن مفاجاتها تماما. بالظبط، وما يبقاش احنا لحد دلوقتي ماشيين في موسم مثالي، ما بحبش المفاجات. ولا انا يعني انا بالنسبه لي كان طبعا في مفاجاه كبيره جدا، خروج خساره قطر من الاكوادور. مفاجاه يا راجل، بس والله طابور تيشرتات يا ابني. ان شاء الله خير، ان شاء الله نكمل بس للاخر. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده، عايزين ما ننساش عمرو السوليه يا جماعه، عمرو السوليه الهدف بتاعه بيتم ظلمه بشكل كبير جدا، برغم ان عمرو السوليه مسجل في 3 نهائيات، فعايزين نقول ان الفتحه لبطوله القاضيه كانت من عند ركنيه علي معلول وراسيه عمرو السوليه، وهو من الاهداف الغاليه جدا في تاريخ النادي الاهلي. وبالتاكيد عمرو السوليه لما اتسال عن الهدف ده قال ان ده اهم هدف في حياته، فما بالكم بالقاضيه. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. والذكرى الثانية لقضية محمد مجدي أفشة.
86 دقيقة، الاكسترا تايم قريب، ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو، ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن.